السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد المعسلة سهلة بزاف، ما فيهاش شي مكونات يعني كتير، بسيطة وكتبقى مدة طويلة، يعني قد ما واخا تحتفظوا هكا بها في الثلاجة او خارج الثلاجة كتبقى مقرمشة وكتبقى زوينة، وما غاديش نستعمل فيها الخميرة ديال الحلويات. في المكونات هنا عندي واحد زلافة ديال الدقيق او ما يعادل 300 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاج معاه واحد الكيس ديال السكر بنكهة زهرة البرتقال، يعني بنكهة ديال الزهر، تقدروا تستبدلوها بالماء ديال الزهر، يعني تعجنوا كلشي بماء زهر. انا كنضيف داك الكيس وكنعجن بالماء عادي. عندي صفرة ديال البيض، عندي جوج معالق كبار ديال الزبدة، يا يعني اما تكون بوماد يعني تكون خارجة من الثلاجة او ذوبوها شوية باش تجيكم هكا سهلة باش تدخلوها دغيا في الخليط. معلقة متوسطة ديال الخل، وغنحتاج واحد الكاس ديال الماء، ما غاديش يدخل كله داك الكاس كامل، يعني غادي نستعمل منه ونقول لكم شحال كفاني انا. كما قلت لكم الا ما بغيتوش تستعملوا ديك الازا ديال الزهر، غادي تستعملوا نص مثلا ديال الماء ونص ماء زهر. المهم انا ماء زهر ما غنستعملوش في هذه الوصفه، نستعمل غير الماء وداك الخنيشه اللي كتشوفوا هنا. عندي واحد القبصه ديال الملح، يعني ربع معلقه صغيره ديال الملح، غندير هاد الخنيشه هذه ديال الزهر، اصفر بيضه، الا كنتو غتضبلوا المكونات ديروا بيضه كامله. هنا الزبده انا ذوبتها شويه حيت كانت عندي بارده، ومعلقه متوسطه ديال الخل، صافي غادي نجمع هادو وعاد نبدا نضيف الماء شويه بشويه. هادو هما المكونات اللي فيها، سهله بزاف وكتجي زوينه. تقدروا ديروا اي نسمه بغيتوا، مثلا نافع او حبه حلاوه الا كتفضلوهم، ولا شويه ديال المسكه الحره وشويه ديال الزعفران شعره حتى هو كيعطيها مذاق زوين. انا عندي واحد العسل شويه من السم، فاش غادي نرش هاد المعسله هذه راه كتعطي هذيك النسمه. دابا غنبدا نضيف الماء، صافي البنات انا غادي نكتفي من الماء، يعني جاتني هنا بقى لي تقريبا ربع كاس ديال الماء من الكاس، يعني كاس لارب ديال الماء. كما قلت لكم الا كنتو غديروا الماء والماء ديال الزهر غديروا كاس لارب، يعني في المجموع. ها نتوما شفتوا العجين كيبقى شويه ما بقى صح مرطب، ودابا غادي ندلكو مزيان حتى كيرطب لي في يدي. البنات هنا كما شفتوا بعد ما دلكتها راه كترطب شويه، ما كتبقاش شاده راسها، كترطب شويه ولكن ما تعطيوهاش الماء، يعني الماء غادي يكون في الحدود اللي عطيتكم، والدليك فاش غدلكوها هي كتبدا تترخف معاكم. دابا غادي ندير منها كويرات باش نخليوها ترتاح. بعد ما كورتهم رشيتهم شويه ديال النشا، غادي نغطيهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ونبدا نطلق فيهم. ما كيحتاجوش زعما كيتسناو واحد نص ساعه ولا لا، غير شويه وكنبداو نطلقوهم. دابا غادي نبدا نطلق كره بكره من بعد ما ارتاحوا كما شفتوا بالمدلك، وكنرشوا بشويه ديال النشا. تقدروا تستعملوا حتى الدقيق الا ما عندكمش نشا، حتى الدقيق هي ما تكتروش. اللي فايت درت معكم واحد الرغيفه بحال هكذا ورشيتها غير بالدقيق، حتى هي كتجي مزيانه، ولكن النشا كيعطي واحد القرمشه احسن. صافي البنات من بعد ما ورقتها مزيان كتحيدوا دوك الجناب هكا داك الزوائد بالجراره، او قطعوا غير بالسكين اللي عندكم. صافي غادي تقطعوا على حساب نتوما يعني الرغيفات كيفاش بغيتوهم. غندير انا هذا الحجم هذا، هاد البقايا اللي كيبقاو كنجمعهم، ومن بعد كنجمعو مزيان كوره ونرجع نطلقهم، يعني ما كيضيعوش. خديت البنات هاد الشرائط هادو اللي قطعت وضعتهم فوق من ورق الطبخ باش كندوز عاوتاني للكره الثانيه بنفس الطريقه، كنرشو شويه ديال النشا وكنورقوه.
صافي البنات كما شفتوا لي هنا اللي كنقطعها كنحطها هكا ماشي شي فوق شي باش ما يتلاصقوش، وغادي في واحد البلاطو كتفرشوا له ورق الطبخ ولا وكتوضعوهم. دابا سخنت الزيت غتسخن مزيان ونقص العافيه وغادي نبداو نقليو فيهم. كما شفتوا البنات بعد ما سخنات الزيت غادي ناخذ دوك الشرائح اللي درنا وغادي نرميهم هكا في الزيت باش يتشمعوا. صافي كنقلبها وكنبدا نلف فيها، يعني قبل ما تتقلى كنبدا نلف فيها بهذا الشكل هذا اللي كتضبطوا ما هي راه كتكون صافي يعني خدات داك التشمع ديالها. بهذا الشكل هذا وكنبدا نفرغ هكا فوق منها الزيت. كما شفتوا اللي كنقليها كنوضعها فوق واحد الصفايه باش غادي تسقطر من داك الزيت اللي فيها، وكناخذ العسل وكنخوي هكا فوق منها ما كنطفيهاش. بغيتوا تطفوها في العسل كتطفوها في العسل، يعني تغطسوها في العسل. كما شفتوا هذه الكميه غير نص الكميه هي اللي غادي نعسل، الكميه الاخرى خليتها هكاك. فوالا البنات الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا كيجيو بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم الكميه راه كتعطي يعني تقريبا جوج مرات من هذا الشيء، غير هادو عسلتهم الاخرين ما بغيتش نعسلهم خليتهم هكاك. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. كما شفتوا البنات انا قسمت لكم تشوفوا كيفاش كتجي، راه شيشه وطيبه من الداخل، غير ضروري البنات تكونوا يعني مورقينها مزيان باش طيب لكم الداخل. الطريقه ديال التشمع راني وريتها لكم كيفاش كطيب. كنتمنى ان شاء الله تجربوها تعجبكم. نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.